ماذا يحدث لجسمك بعد شرب القهوة؟ في أول 10 دقائق يدخل الكافيين إلى مجرى الدم ويزداد معدل ضربات القلب ويصاحبه ارتفاع في ضغط الدم. بعد 20 دقيقة تبدأ في الشعور بالنشاط ويزيد تركيزك وتصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع المشاكل. فالكافيين يساعدك على تخفيف الشعور بالتعب. بعد 30 دقيقة يبدأ جسمك في إنتاج المزيد من الأدرينالين ويزيد إنتاج الطاقة وتصبح الرؤية أكثر وضوحا. بعد 40 دقيقة يرتفع السيروتونين في الجسم، وهذا يحسن من أداء الخلايا العصبية الحركية ويزيد من قوة العضلات ويحسن المزاج العام. بعد 4 ساعات تزيد القهوة من معدل إنتاج الخلايا للطاقة، وعندما يحدث هذا يبدأ الجسم في التخلص من الدهون حتى إذا لم تتحرك حينها، كما يحفز الكافيين إنتاج الأحماض في المعدة. بعد 6 ساعات يساعد الكافيين على إدرار البول ويفقد الجسم بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.